براكم هو الكتني يا الولي. آخ وتبكي لأجل الفاطميات بحنين والفواطم تنطم وتبكيني. ويلي يا حسين كنت أضل يمك ونوسل اليوم واستحب لك. هاك خيب يا حسين عيني يا ابن أبويا بشوف دربك. هاك خيب يا أخويا قلبي أخويا يا المصيوب قلبك. انظر حالتي يا ابو عيون وسلوتي يا ابن ام حرقان. وارضيني قلبك وانا ابقى بعداك يرعاني ربك. ويا ريت يا ابن ام الحجر صقني صوت المصيبة هذه الغريبة هذه الغريبة. يبنوا الحياة كان والدور الغريب يهدمي رحوم الدين. عرفة زينب بيش مطلوبة بذنب مطلوبة بذنب فاق جتل حسين ومياسرين سيدي وحدها وحدها. يبا الدهر جتف ما تنسينا. من يرضاها على اختها الغريبة ها زينب بنت أمير المؤمنين. الدهر جتف ما تنسينا. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الممتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا.
الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله أن يتقربوا إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليك وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ذلكم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تلا له منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن 100 مرة أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا 100 مرة يا الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً.
ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. فرح زينب وعلي صوتك. السلام على غير حسين ما عدنا وسيله.